السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. من شهر او يمكن اكتر من شهر انا ما عملتش فيديوهات. يمكن بصراحة كان عندي نية ان انا مكملش على اليوتيوب، بس ما لقيتش ان فيها مانع ان انا انزل فيديو كل فترة كده. فدي عودة لينا ان احنا ننزل فيديوهات مع بعض ونتكلم مع بعض ونعمل ريفيو ونجرب حاجات ونشتري حاجات ونقول رأينا فيها. عشان ما اطولش عليكو وعلشان ما بقاش طولت عليكو في الغيبه وكمان طولت عليكو في الاعتذار، هكلمكم النهارده عن مشترياتي لشهر 4، المشتريات اللي هبدا استخدمها ان شاء الله في شهر 4. وان شاء الله هتلاقوا دايما ريفيو على السناب شات او انستجرام، اي حاجه من الاثنين هكون كاتبه فيها ريفيو عن كل المنتجات دي، وهرجع اجمع الريفيوهات دي كلها ان شاء الله ان شاء الله وانزلها في فيديو هنا على اليوتيوب. اول حاجه هتكلم فيها هي منتجات الميك اب اللي انا اشتريتها. اول منتج انا اشتريته هو من انستازيا، بجد حلو جدا. روج اسمه كارينا، لون رايح على البطيخي كده شويه، مات فينش. جربته مره او مرتين، عجبني جدا، ومتهيألي ان انا ممكن انزل اجيب بقيه المجموعه بتاعت انستازيا. تاني نوع اسمه اورانجولي، يا رب اكون قلت الاسم صح. برضو روج مات فينش اسمه هاني لوف، لونه رايح نيوت شوية. حبيته جدا. ممكن دي الماركة الوحيدة اللي ممكن ما اجيبش منها تاني، بس ممكن اجيب الالوان بتاعتها من اي ماركة تانية زي انستازيا. تالت روج اشتريته هو من ماك، برضو مات فينش اسمه سايبر، او رقم واحد ماك 01. لونه رايح على الموف شوية، مات فينش، عجبني جدا. متهيألي ان انا ممكن اجيب كل الوان ارواج ماك. جبت الباودر اللي كل الناس بتتكلم عليها، بانانا باودر، بجد عجبتني، جربتها مرتين، حلوة جدا. الجو دلوقتي بدأ يقلب على صيف، فانا بشرتي دهنية وبجد حبيتها قوي. يمكن عشان جربتها مرتين فحبيتها جدا، وحبيت طريقتها وتغطيتها. جبت العلبة دي من سيفورا، هي علبة فرش فيها 12 فرشة، من اول فرش الكونتور للفاونديشن للباودر للاي لاينر للاي شادوز للهايلايتر، لكل انواع الفرش اللي احنا محتاجينها موجودين مع بعض في ست واحد او في علبة واحدة من سيفورا. احجام الفرش مناسبة متوسطة، يعني تقريبا قد كف الايد، تقدري تحطيها في شنطتك عادي جدا وما بتاخدش مساحة. اشتريت شوية اكسسوارات هندي او ستايل هندي، كان نفسي اجيبهم جدا، والناس اللي يعرفوني واللي متابعاني على الانستجرام يعرفوا ان انا ميالة جدا للستايل الهندي. فجبت الاساور دي، ممكن تقسميها نصين، نص في ايد يمين نص في ايد شمال، وممكن تاخديهم في ايد واحدة وتجيبي مجموعة تانية تحطيها في ايدك الشمال. عجبتني جدا، الوانها احمر واخضر، الالوان الثابته بتاعت الهند. ودي مجموعه خواتم اشتريتها هي كمان، فيها الستايل هندي، فيها الستايل مصري، فيها الستايل فرعوني، فيها الستايل اللي هو باربي اكتر، يعني في شكل الفيل، في الابيض ده اللي هو شكل فرعوني، في الاشكال الفرعونيه زي حورس والعلامه بتاعت الهيروغليفيه، وفي اللي هو الاشكال اللي فيها ستروسز دي اللي هي شكل بوربي قوي وشكل ذهب اكتر. عجبوني جدا، والصغيرين دول هم خواتم بيتحطوا في العقل، حبيتهم جدا. بعد كده هكلمكم عن البرفانات اللي انا اشتريتها من محل كرامة. لو انتوا كنتوا متابعيني على سناب شات يوم ما نزلت اشتريت، هتعرفوا ان انا اشتريت مجموعة كبيرة جدا من البرفانات، وكلها برفانات تخليط مصري لبرفانات مشهورة او برفانات معروفة او برفانات عادية جدا ممكن تلاقوها في السوق. اول برفان هو بريحة الياسمين اللي كلنا تقريبا عارفينه وبنلاقيه في اي حتة. جبت مسك ابيض، انا من عشاق المسك الابيض، بحس ان هو ريحته نظيف كده بعد الشاور، استخدام يومي في الصيف، خفيف، ريحته مش منفرة، ممكن الناس كلها تحبه. جبت شانيل 5، هي معروفة طبعا، شانيل ماركة معروفة، فجبت منها شانيل 5، ده تركيب مصري، عجبني قوي، وريحتها زي الأصلية بالظبط. جبت كشمير، كشمير دي ماركة مشهورة جدا، والاسم ده مشهور جدا، ريحته حلوة جدا جدا.
البرفانات الخليجي، جبت برفان اسمه عود شيخة، تقيل قوي بجد، قعد في ايدي يوم ما كنت بجربه في المحل، قعد في ايدي تقريبا يومين ورا بعض مع غسيل الايد المستمر. جبت جدار، جدار انا قبل كده صورته لكم ان انا جبت الاصليه، ريحتها حلوه جدا زي الاصليه بالظبط، ما فرقتش عنها كتير ويمكن اقوى بكتير من الاصليه. جبت ريحه الفل لان انا بحب الورد جدا، وبرده لو انتم متابعيني من الفيديوهات اللي فاتت هتعرفوا ان انا بحب الروائح اللي مايله على الورد اكتر. جبت فيجي، فيجي ماركه برده معروفه، حريمي قويه بجد، يعني ريحتها ما اقدرش اوصفها لكم، بس هي ريحه قويه جدا من الروائح اللي حبيتها. وجبت كارولينا هيرير برضو ماركه قويه، من البرفانات دي، البرفانات اللي بتبقى برفانات مناسبات، هو عود شيخه وفيجي وكمان كارولينا هيرير، هما من اقوى البرفانات اللي يبقوا في مناسبات فرح خروجه كبيره. جبت كمان مسك ابيض خام لان انا بحب المسك عموما، فجبت مسك ابيض خام بستخدمه بعد الشاور على جسمي مباشره، مش لازم رش، لا انا بستخدمه كده خام، بعطر بيه جسمي مع كريم، مع اي كريم ترطيب بيبقى ريحته حلوه جدا. وبكده اكون كلمتكم عن كل مشترياتي لشهر ابريل، ويا رب اكون افدتكم وقدمت لكم معلومه جديده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.